انقلاب تركي سوري على اجتماع موسكو بعد تصريحات الرئيس التركي أردوغان التي اعتبرت أن سحب الجيش التركي من شمال سوريا سيشكل ضعفا أمنيا لبلاده. والجانب السوري يشدد على لسان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن وجود القوات التركية والمجموعات المسلحة في شمال غربي سوريا يجب أن ينتهي، وأن لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع أردوغان مرهون بذلك. التصعيد التركي السوري جاء بعد اجتماع موسكو الأخير، واعتبره البعض تعويما دبلوماسيا لأردوغان قبيل انتخابات الرئاسة في جولتها الأولى، ولأجل ذلك لم يصمد كثيرا وعاد التصعيد بين الطرفين إلى الواجهة من جديد وبالعناوين نفسها، ما يضع إعلان موسكو بمهب الريح وفق الخبراء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.